سأتخذ ثلاثة تعابير أعتبرها أساسية من وجهة نظري. الإجراء الأول يتمثل في توجيه دعوة اللقاء أو دعوة للقاء تشاوري إلى الأحزاب وإلى القوى الحية في المجتمع المدني. يتعلق الإجراء الثاني بتشكيل حكومة انفتاح وطني، ستضم عفواً هذه الحكومة القوى السياسية المساندة لمشروع سياسي وممثلين عن المجتمع المدني وكفاءات وطنية مشهود لها بالخبرة. يتعلق الإجراء الثالث بحل المجلس الشعبي الوطني، ولا أريد في هذا المقام أن أكون طرفاً في المحاكمة لهذا المجلس. وستفتح الورشة الدستورية مباشرة بعد انتخاب المجلس الشعبي الوطني الجديد، وسيتولى هذا المجلس الشرعي والذي يتمتع بكل المصداقية والتمثيلية، وسيتولى هذا المجلس قلت تشكيل لجنة تأسيسية خاصة، لجنة تأسيسية خاصة في من داخله تعهد لها مهمة صياغة المشروع التمهيدي لدستور الجمهورية الجديد. وبعد دراسة هذا المشروع التمهيدي سيعرض هذا المشروع الدستور الجديد على الشعب الجزائري السيد